الاسم ديالي مصطفى نظيف، مواليد مدينة مراكش. العمر ديالي 42 سنة، تقريبا 20 سنة هادي وانا في ألمانيا. أنا مواليد مدينة مراكش، من بالضبط من رياض المخا. قريت الكوليج اسمي المدرسة من الأول، الكوليج من بعد الثانوي، درت البكالوريا في ثانوية بن عباد في جليز، ومن بعد البكالوريا مشيت للجامعة قريت الإيكونومي، ومن بعد درت فيزيك شيمي، ومن بعد جيت لألمانيا. الهجرة ما كانت عندي في البلان في الأول، جات هي بارازار. واحد الصديق ديالي ولد الحومه ديالنا، خوه كان هنا في المانيا الله يذكره بخير، هو السبب اللي تجيت انا المانيا. طاح طيح هي الفكره، قال لي اجي دخل سير تقيد في المانيا، القرايه راه مزيانه وهذا. قلت لي علاش لا، مشيت دخلت درنا اللغه، تقيد في اللغه، ومن بعد هو اللي عمر لي لي فورمولير باش نجي بالالماني، ما كنتش نعرف الالماني ديك الساعه. ومن بعد جاوني تخوان نتاو على لي زانسكريبسيون من المانيا، دفعت الدوسي الفيزا، وميم طون بقيت نقرا المانيا صافي، وهي تجي تخرج لي الفيزا وانا نجي. هو فاش جيت في الاول، جيت ديريكت عندي الساكادو ديريكتومون، جيت بالساكادو ديالي في شهر 9 تقريبا 98، تنعرف حتى شي واحد، يعني ما كايناش عندي. يلا لادريس نتاع واحد لوبيرج نتاع لا جونيس، وما ما عرفتش الالمانيه كيف نهضر، لان الالمانيه اللي قريتها ماشي هي الالمانيه اللي تعيش بها هنايا. بقيت تنقلب هو كاين هنا، وانا تندور من حيت شي ثلاثه المرات، وانا تندور بداك الترام تقريبا شي 3 ايام وانا تنقلب. تجمعنا حنا شي بزاف المغاربه تنقلبوا عليه، ما لقيناش ما عرفناش. تقريبا 3 ايام اللي دوزنا في لاكار. من بعد فاش لقينا تعرفت على شي دراري مغاربه هنا، هما اللي عاونوني قالوا لي ها فين تمشي ها فين تجي. من بعد الحمد لله لقيت ابارتمون سكنت فيها، وبديت نقرا دوك لي كلاس بريباراتوار نتاع لي زيتود نتاع جيني الكتريك. ومن بعد دخلت الجامعه، بديت نلعب الكره لانه كنت في المغرب تلعب الكره، بديت نلعب الكره هنا. ولقيت فاش تضربت في الكره تكونسونتريت بزاف على القرايه ديالي. من بعد وصلنا لواحد المرحله نتاع الفينونس، يعني اش غدير، غتقرا ولا غتخدم ولا لا؟ ما كايناش مساعده من المغرب، ما تنجيوش بمنحه، يعني كل واحد خصو يخدم على راسو باش يقرا باش يعاون عائلته باش يبني مستقبله. ومن تما بدات المعركه، يعني من تما بدا الكفاح. بدينا نقلبوا على خدامي، خدمنا في شركات نتا على اللحم، خدمنا في شركات نتا مثلا اللوجيستيك، البني، لي ريستورون، وداكشي باش تخدم تحاول ما امكن تفيرونسي القرايه ديالك وتخلص الكرا ديالك ودقه دقه غاديين سيمستر بار سيمستر. تكملنا سميتو تكملت لي زيتود ديالي، ومن بعد في جيني الكتريك سبيسياليتي انفورماسيون تكنولوجي. ومن بعد بقيت نقلب على خدمه، لقيت خدمه هنا في مونيخ في واحد الشركه الترون. ومن بعد فاش دخلت الشركه خدموني عند البي ام في، عند البي ام دبليو، وصافي بداك الشغف نتاع التكنولوجي ونتاع الخدمه بديت تنتعلم. لقيت فاش تعلمت بزاف د الحوايج في لافواتور، في كاع لي زاباراي اللي كاينين في لافواتور، داكشي سيمولاسيون، سوفتوير ديفلوبمنت، هاردوير ديفلوبمنت. من بعد جاتني الفكره اللي هذا كان حلم من صغر، انني نكون اوم دافير، نكون عندي شركه ديالي الراسي، وانا نكون الشركه اللي فيها حنا دابا الان بروتوم جيم بيها. الشركه ديالي التخصص ديالها في المجال الخدمات نتاع لي زانجينيور، يعني اي تي انجينيرينغ كومباني، وتنقدموا حلول للي كليون ديالنا لا في مجال اوتوموتيف، المجال نتاع ايروسبيس، مجال نتاع ميديسين. يعني اي كليون جا في الاندستري عنده دي بروبليم تنحلهم ليه حنا بالسوفتوير ولا بالهاردوير. هادي من ناحيه.
انايا هو الجيرون تاع الشركه هذه، تاع الملك فيها تقريبا 50%. عندي واحد البارتنير ديالي اللي قدينا اللي تعاونت انا وياه قدينا هذه الشركه هذه. بروتوم ان شاء الله غادي تحاول او تدخل المغرب، يعني البلانينغ نتاعنا ديالنا في 2020 باش ندخلوا المغرب ان شاء الله، ونحلوا بيرو ديتود تمايا، ونحاولوا نجيبوا التكنولوجي اللي عندنا هنايا اللي تنخدموا بها هنا في الاوتوموبيل ندخلوا للمغرب، ونحاول ما امكن نقدموا خدمات للجامعات، نقدموا خدمات للناس اللي تيخدموا في التعليم العالي مثلا، او لي زانجينيور اللي تيقراو في لي زيكول، فيوتور انجينيور ولا اليف انجينيور، نقدموا لهم مثلا دي ستاج، دي بروجي فان ديتود، مسائل بحال هكا. انايا فخور من واحد الناحيه باننا كنا في واحد المهم الحمد لله، ما تنجي من واحد العائله اللي ميسوره الحمد لله، ماشي فقراء وماشي اغنياء، يعني في الوسط. وهذا الشيء اللي حققته لحد الان صراحه ممكن اي شاب مغربي يحققه، اي واحد عنده طموح راه ممكن يحقق داكشي اللي بغى. ان فوا تحط واحد لو بوت عندك في حياتك راه غادي توصل ليه، ما يمكنش انك تجلس حاطي الدلايد وباغي توصل، هذه راه مستحيله. المعادله سهله، تتحرك تتحط واحد الهدف تتمشي ليه. الا ما حطيتش الهدف في حياتك بحال شي واحد تنقول ليه سير خرج لشي قنت، فين غيمشي يدور طيعي ويعاود يرجع. ولكن حيت نقول ليه سير لقنت فلان الفلاني جيب هاد الحاجه ورجع، راه تيمشي وتيجيبها. يعني الهدف الا ما حطيتيش ليك نتايا كهدف ديالك في الحياه راه ما توصلش. والهدف ديالي انا كان هو انني ندير شركه ديالي، ونكون صاحب نكون رب العمل في واحد الوقت، وبقيت خدام عليه بشوي 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 توصل. الا جيت نشوف واحد 8 سنين ولا 10 سنين انك تكون عندك شركه راه حلم قد الخلا، ما مستحيل توصلوا. وحيت جيت نشوف دابا ترجع له تنقول راه كلشي كان ساهل، الله تعالى الحمد لله تيسر، لانك تخدم وتتعمل الله تعالى راه ما تضيع لكش الاجر ديالك، حاجه طبيعيه. وثاني حاجه اللي مهمه هي المساعده نتاع تلون توراج الوالدين. بلا رضات الوالدين راه ما كاين والو، الوالدين هما اللي بصراحة الله أنا قاعد أتد مع ثافة بلا بهم ومرة ما كاين شيء. ما تنساش تابونا فلاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.